العلاقة التانية المفروض بعد علاقة الأب ببنته، العلاقات اللي احنا بقى بنمر بيها في حياتنا وبتأثر علينا في شغلنا وفي حياتنا وبشكل اجتماعي وبشكل إنساني وكل حاجة. العلاقات دي احنا ممكن ندخل في علاقة مرهقة جدا، سواء بقى ارتباط، حب، جواز، whatever ايه هي العلاقة دي، يتأثر تأثير سلبي يتأثر تأثير إيجابي. ازاي بقى بتأثر على سلوكنا؟ ممكن ادخل في علاقة مرهقة جدا وبتعرض فيها لود فظيع جدا وضغط فظيع جدا، بالتالي بتبتدي تأثر على سلوكي، فببقى شخص عصبي، ببقى شخص شوية مندفع، متهور، بنكبر لما خايف، يبقى شخص تنشن شوية. ما عنديش ثقة في اللي قدامي. ما هي بترجع لإيه؟ ما هي بترجع لكلمة علاقة. هو بقى ده تأثير العلاقة على سلوكنا، ان انتي اوريدي بتتصرفي بسلوك مش بتاعك، مش متعودة عليه، من شخص هادي لشخص منفعل وعصبي وخايف ومتوتر، غير لما يبقى في علاقة سوية من البيت الأساس وبعد كده من العلاقة الخارجية، فبتبقى بالتالي بتأثر عليكي نقدر نقول بشكل الحياة إيجابي. الأسرية هي سبب تأثير طبعا أي بناء طبعا أي شخص طبعا منذ الصغر. البداية، طبعا البداية البيت، البداية في شخصية الإنسان عموما سواء بنت أو راجل، البيت، العلاقة في البيت، العلاقة في البيت وطريقة التربية. ودي أصلا موضوع تاني خالص مش عايزين ندخل فيه دلوقتي لأنه موضوع كبير جدا. يعني دكتور، ازاي نعرف الشخص او ان احنا ده الشخص اللي احنا اخترناه صح؟ يعني ده شخص واحنا عايزين نتعامل معاه، ازاي نعرف ان الشخص ده هو ده الصح؟ أول حاجة العقل، أول حاجة العقل هو الميزان، هو العقل بيدي إشارات لكل حاجة في جسمك أصلا تتعاملي بيها، فبالتالي لما بنيجي نختار أي شخص في حياتنا ما ينفعش إن احنا نختاره بطريقة غير العقل نهائي. بصي بتفشل، بتبقى علاقة فاشلة أيا كان، حتى لو شغل، لكن لما يبقى الميزان مظبوط والعقل هو البداية هو اللي سابق، العلاقة دي بتنجح أيا كانت هي إيه. وخلينا نتكلم أكتر عشان كل المشاكل دلوقتي عن العلاقات العاطفية والعلاقات الأسرية وحالات الطلاق الكتير اللي بتفشل ومش ده بيرجع لإيه؟ لأن إحنا بنمشي ورا قلبنا أكتر، بنتأثر بعواطفنا أكتر. ده غلط جدا. مش معنى كده إن إحنا مش هنحب ومش هنعيش حياتنا، بس لازم نبتدي بالعقل، هو الأساس، هو الميزان، هو اللي بيقودنا لأننا نمشي صح. مشكلة يا دكتور، مثلا بيبقى الشخص يعني ظهر في الأول لما بيجي يرتبط بالواحدة أو يخطبها بيظهر كويس وظريف ومحترم كده وهادي في الأول، وبعد كده بعد الجواز بتكتشف إنه بعد كده شخصية مختلفة تماما. لا بص، دي مشكلة برضو. هي دي مشكلة، بس احنا برضو حتة لو احنا برضو فكرنا شوية، لازم يظهر حاجة ولو بسيطة قوي من شخصية البني آدم ده. بصي في شخصيات كتير خداعه جدا، وانا معاكي جدا، وده حقيقي. تجارب كتير، ده حقيقي، ولكن في حاجات اساسيات اللي هي الاصول، المبادئ الاوليه اللي في اي شخص، دي لازم تظهر في المعامله، لازم تظهر في صباح الخير، لازم تظهر في طريقتنا واحنا بنتكلم مع بعض عادي، واحنا خارجين مع بعض لازم يظهر منها حاجه. فهنا العقل بيبتدي بقى ياخد الاشارات ويبتدي يترجم ان ده شخص عنده الحاجات اللي احنا متعوده عليها والطبيعيه والمنطقيه ولا لا. احنا عشان عاطفيين شويه وبنفكر بقلبنا شويه، فبنشوف بصي احنا بنتغاضى كتير قوي عن اخطاء اشخاص عشان نكمل في علاقه حقيقي. ونقول ايه اكيد ده عيب صغير بعد دي كده مشكله هيتغير. بيقع فيها معظم البنات، يعني تشوف الحاجه المميزات في الراجل ما تشوفش العيوب اللي فيه، تقول انا بحبه ما تشوفش العيوب اللي دي فيه. اكبر كارثه، دي مشكله، دي كارثه دي فعلا، مش كارثه، دي مشكله كارثه، دي حقيقي مش مشكله، دي حقيقي. كارثه، هي بتدمر حياتها، حقيقي. هي بتدمر حياتها. انا عايزه اقول لا، كلنا لازم نحب ونتحب وكل حاجه، بس قبل ما نعمل ده مع عشان الاختيار تعيشي الصح. حياه سليمه، لا فكري بعقلك الاول، هل ده شخص مناسب ليا انه يعيش معايا او يتعامل معايا او يكون اب لاولادي ولا لا؟ ما انت مش بتختاري ليكي انت، انت بتختاري لاولادك بعد حقيقي. كده، فلازم تختاري اب صح، اب يكون عنده مسؤوليه ويكون شخص ناضج وعارف يتعامل، انت مش بتختاري لنفسك، فاهمه؟ حقيقي كلام حضرتك صح. يعني احنا ما نقدرش يا بنات نقول مثلا احنا الشخص ده لا، ان انت بتحبيه خلاص هتلاقي لا احسن منه، لو لقيتيه وحش هتلاقي احسن منه ان شاء لا الله. فما ينفعش اننا نقول بالظبط ده او ده او ده. ما ينفعش ان مشاعرنا هي اللي تقودنا، حقيقي. ما ينفعش.